الكونية مفاجأة كبيرة اليوم على أرضية الملعب حفيظ الفوز. فاروق كذلك تفضل فاروق استاذ فاروق الله يبارك فيك روعه ما شاء الله ضع بصمتك فاروق الله يبارك فيك الله يبارك ما شاء الله الله يبارك دقيقة حافظ وهران وحارس سابق نعم غليزان ونقول بان لاعبين قدماء كلهم موجودين معنا اليوم على ارضيه الميدان الصحافه الجزائريه كلهم موجودين معنا شكرا كبيرة وكبيرة معنا كذلك قمنا لاعبين قدماء موجودين معنا اليوم على المنصة الشرفية بعد قليل ران شهدوا مقابلة اليوم قلنا مقابلة هي كلاسيك صلاة على حبيب الله سمعونا الله يحفظكم اللهم صل على سيدي حبيب الله يعني بقلوب ملؤها الموده والامتنان ونفوس اشرقت بنور القران ملتقى عائلي ورياضي قوي درك كل مره سي بنيامين ما نسيناكش يعني الحارس العملاق واحد من احسن الحراس يعني مدينه الوداد تبارك الله ودادي روعه متعه يعني بدون اطاله نوقف وقفه اجلال ونرفع القبعه نشيد الوطني الجزائري آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من الخلف هنيئا دمت وفيا سي عبد الحفيظ سي عبد مجهودات الجبارة في خدمة الشباب في خدمة الرياضة دمت وفيا اليوم راك عارف غادي توصل ياك الحاج ما شاء الله السيقادة صورة تذكارية عبد الحفيظ تصفوت اللي عطى الكثير اللي ما تفرقوش كل مرة يعني التواضع نتاعو الأخلاق يعني ما شاء الله الله يبارك الله يبارك حبيب ككل مرة يعني أنيق الله يبارك وخرجنا يعني شو حبيب الميمون زوج رؤوس عربية خرجنا الشعب من المطار من المطار يعني بن بلة حتى لريضة غزو وكان نشاط وكانت يعني الثقافة وكان الحضارة والتاريخ مع صورة تذكارية لعملاق يعني قادة كان صخرة الدفاع وكان مدافع يعني بالأخلاق بتاعه والتواضع بتاعه يعني وما تلقى أي إنذار يعني المشاهدين مازال معانا مازال عطار تشرف ما بعدنا جيشنا ما هوش مضيع فيك كل العالم زرع في سنة يا كنتي مريضة ويحوس بيك بين الدول ماشية فرحانة بلادي بلادي والله نبغيك نعيشو كي زمان خاوة في أنا بلادي بلادي والله نبغيك نعيشو كي زمان خاوة في أنا المجد والخلود لشهدائنا الأبرار تحية الجزائر وشكرا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم. الجوار يدعو الجوار مرحبا بكم معنا اليوم.
اخي تصور هذه بعد تصور. مشكور على هذه المبادره اللي ما نساش هاد اللاعبين اللي مدوا في السابق. وكما قلت لك هذا شي شعور. نشكر كاع الناس الكرمه اللي شاركوا بيدينا باش يكونوا معكم هنا باش نحضروا هذا الحفل اللي راهم دايرين. بون وابدا بسم الله الرحمن الرحيم. التكريم ان شاء الله هذا جا في وقته باش يكرموا لي زونسيان جوار كيما حفيظ طاسفاوات ولا عمر بعطوي ولا كيما يقول لك مام. انا راني حاضر هنا ان شاء الله تكون مبادره مليحه وتكون مقابله في القمه ان شاء الله يستمتعوا بها الناس تاع الكرمه ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. موجودين هنا في دار الكرمه. نشكر ذكرت انك في صدى تحضير رباطاج المرحوم السي محفور احمد رحمه الله. واو انا بيرسونال نعرف الانسان في 87 88 كنا في انا كنت سينيور ودرنا سيليكسيون دوراني هو كان البي تي ال في ديك المده اللي حنا لعبناها تونا اون فرونس تونا مونتاتير في الفريق كانوا لاعبين كيقول لك اليوم في ديك السيليكسيون كان موسى صايب كان تصاور عبد الحفيظ كان عاصمي رضا بن عربه محمد سعيداني حسني اجدي طيب كان لعب ثاني من بدري ومن بعد نسيت الاسم تاعه. لعبنا دوره في مدينه مونتاتير 88 اللي شاركوا فيها عده فرق شاركت فيها بنفيكا والله ما تخليني الذاكره كان دوره دوليه فريق تاعنا فريق لا سيليكسيون دوراني تحصلنا على كاتو سيليكسيون ديتانا باش نبداو بالفريق نبداو بالفريق اللي عندنا دينا الدوره باسكو لا فينال لعبنا انا عقلك اليوم لعبنا كونتر بنفيكا الدوره لعبنا كونتر بنفيكا ليزبون دينا الدوره عاصمة رضا خرج احسن حارس انا خرجت هداف الدوره الفريق احسن هجوم بون كات سيور وغي جيست باش حاجه اللي انيكدوت شويه انيكدوت وي حنا كان واحد تسمى في ديك ليبوك عندنا دوز ايكيب مون لازم نقول لك باللي لو كان يعطيها لك بلع ما اليوم لو كان يعطيها لك هذاك الماي يعطيها لك واحد ما تديش مكتوبه هنا لوفا كنا كيكملوا لي ماتش مع دي زيليكسيون اوروبيان يبغوا يبدلوا معنا المايو اي حنا كنا الحاج نبدلوا باسكو ما عندناش باش نلعبوا مي كاع هكا كملنا تورما دونك الحاج والله الحاج نعقل الله يرحمه دونك كان زعما الحضات ماشي كان غير ديجا هذيك ليبوك كانت كاينه في لا سيليكسيون دوراني كان المنتخب كانت تاع الجهه الغربيه سيليكسيون اليوم لي سيليكسيون اون طون بلو بارلي دي سيليكسيون كانت كاينه سيليكسيون يعني يقول لك انا سيليكسيون دوراني حنا اللي كنا اسبوار سيما باسكو كان عند العمر تاعنا سيما 19 سنه دونك انا في اسبوار لعبنا في اسبوار في المنطقه اللي كانت زعما كاينه كانت الرابطه مالي
هذيك لا لوفا كانت العمل اللي كانت هي بريباري ديجا دي سيليكسيون بور لي زيكيب في دي ليكيب ناسيونال. اليوم نظن بلي هاد لي بلاطو والعلم لله مي نظن انا بلي هاد لي بلاطو تاع لي سيليكسيون نقصوا بزاف اللي دوك بلي ما حتى اليوم ما يسمحوش للفرق على مستوى النخبه الوطنيه باش تعرفوا بلي هاد اللاعبين اللي نشطوا في الجهه الغربيه. مي جو بونس كو لو تويت تاع لي سيليكسيون عندها دور كبير باش ما نسمع دوك نظن بلي سي سيليكتيف نظن بلي لا سيليكسيون تندار هنا اون جو ريجيونال لازم يكونوا ثاني مدربين كف اللي هما يكونوا زعما كاين عندهم ضمير باش ياخذوا لي ميور كوم سا البال كاين واحد بالنسبه واحد يكون في دشوا على في الجهه الغربيه غدوا يبقى في انترناسيونال في الوطن اللي بصح عندهم هاد لا بروسبكسيون لازم تندار لازم نضرب لي ان جور و لوتر لازم يخموا فيها باش السيليكسيون ريجيونال هادو لي كاتيجوري هادو لي ديسيت اعاده الاعتبار لكل باش المستوى شي باش يعطوهم بلي يعطوهم اي شونس بلكينا تنجم تلقى ان جوار في منطقه الضرب بلكينا تقدر بلكينا يكون بلي لاعب. وحنا اليوم نترحموا عليه السي محمد ونطلبوا من الله عز وجل اذا كان العائله تاعها ثاني الا يشوفوا هذا البروباز نقول لهم بلي ربي يبارك فيكم ان شاء الله في المتقى ان شاء الله. احسن الشخصيات يعني فقدنا يعني قضاء وقدر لله ما اعطى وله ما شاء وخذلنا لله ونين له رجعون ويبقى يعني العائله نتاعو ترحموا عليه. وكنت كرمت مؤخرا يعني عن ابناء يعني احنا ما نكرش المعروف ولابد ننفض الغبار وننزع خلط العنكبوت عن الجنسيين. هذه هي يعني الرياضه واحد الجميل يعني ما ننكرش الجميل. واحنا يعني واقفين كرجل واحد باش نصنع الحدث ونكون ننتظرونا في المستقبل خاصه الرساله اللي تركها يعني السي احمد المرحوم مقفول يعني تاع الشباب تاع التكوين تاع المدارس لان المعلم ضمير والتلميذ امانه. اذا ضاع الضمير ضاعت الامانه الجميله نمقر العين. وقلت لكم كذلك انتم يعني الجزائريين وتبارك الله كرة يعني تقوم بعمل كبير وراكم توصلوا الرسالة من القلب وإلى القلب. فهنيئا يعني لشبابنا شبابنا بالثقافة بالحضارة بالتاريخ دمتم أوفياء والله ولي التوفيق. شكرا سلام.